أعزائي المشاهدين، نحن في حلقة جديدة من برنامج شادي أنليشت. الليلة أنا أنليشت مزرعة الأستاذ سيف الحصى، مزرعة بس بجول المشاهير، مكان حصري جدا، لازم تكون سامع عشان تجي. الليلة الأستاذ حيورينا نظرة خفيفة من المزرعة بتاعته، الحيوانات اللي عنده، حيشرحنا عنها. تكون حلقة جميلة. أعزائي المشاهدين، نحن أسي جوا المزرعة في الجاست هاوس، حنشوف نحن في شنو حيوانات حنلقاها هنا. انا شفت اسد، شفت نمر، شفت النمر الابيض، يا الهي ده من الحيوانات الخرافيه بالنسبه لي. والان معكم اللقطه الخاصه، النمر الاسود والنمر الابيض وشريخان. هذا الأسد الأفريقي، في أسد ثاني لونه أبيض، حنشوف الفرق بينهم. وعسنا هنا ده هو الأسد الأبيض غير الأسد الساوث أفريقي. المكان وراي قدامي جولة في المزرعة. عسنا هنا قاعد نشوف طاووس، بيقولوا انا طاووس بكسم كاكي. بس احنا اعزائي المشاهدين في حته الزرافات والنعامات. طبعا ما بسوي قلت انا انسان قصير، لانه هذا وراي اطول حاجه في العالم، الزرافة، وما أدراك ما الزرافة. نحن أعزائي المشاهدين حسي ورانا الكوغر، اللي برضو اسمه هو البوما. الناس الجيمرز بيعرف دائما لعبة Red Dead Redemption 2، كل مرة بتكون ماشي بيلاقي كوغرز بياكلوك، بس احنا حتفهم معه وشوف شنو. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع بسرعة الفهد ونرجع، استنونا. مرحبا أعزائي المشاهدين، الليلة معي شخصية مهمة جدا بالنسبة لي، الأستاذ سيف الحصى. مرحبا استاذ. مرحبتين. انا شفت المزرعه بتاعتك، الحديقه بتاعتك، دائما بشوف اي مشهور يجي دبي بشوفه متصور فيها، رونالدو، ميسي، قريبا يو اف سي تشامبيون اديسانيا، بتاع الحلي بن بولر، فما شاء الله. فتقول لي نبدا عن الحديقه لو سمحت. طبعا عندك هذه الحديقه احنا نسميها حديقه المشاهير. اوكي. لان معظم هي مش حديقه عامه، هي خاصه. اي. ومعظم اللي يجونا كلها مشاهير. فيهم عندهم متابعين بشكل جدا كبير، او لعيبه كره قدم، او مطربين، او ممثلين، او من جميع دول العالم. يمكن ركزنا اكثر على الاجانب اللي موجودين من امريكا ومن اوروبا، واكثرهم لعيبه كره القدم. طبعا الحديقه معروفه بهذا الاسم، وعلى هالاساس الناس عرفتنا وسمتنا اللي هي حديقه المشاهير. اي ما شاء الله. وانا دوم يعني اشوف اي مشهور يجي دبي لازم يكون عنده صوره بعد يوم يومين هاشتاج صف بالحصف. احنا ورانا البلاك بانثر اللي هو الجاغوار. الحين هو تعطينا نبذه عنه، ان اللايف سبان ماله كم مده، كم يعيش الميتنج سيزون لو سمحت. طال عمرك هذا يعيش تقريبا حدود من 20، يعني كلهم يعيشون، معظم الحيوانات الوايلد انيمال دائما تعيش في عمر تقريبا 20 سنه، 20 فوق 3-4 سنوات زياده. ايه بس تشرح لي المكاثره، يعني مثلا في سيزون معين عندك هاي تمر عليها بدورة معينة، لازم تكون هي الحيوان في السيزن. فإذا كان احنا دائما خاصة مثلا الجاكوار، الجاكوار ما نحط، ما يمكن له حط حينة هاي الأنثى اللي موجودة بتفرقع. زين، فما نحطهم مع بعض. هذا دائما الحيوانات الجاكوار يكون هو ولا بابه وقت التزاوج يكون مع بعض. زين، خلاص عقب يفترقوا. بابا بابا بابا
قدم قدم شوي لا تخاف منه يا اخي. واو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني طيبين ألف طبعا من الطيور الأليفة هذه طيبين موجودين هنا. قل لي اسمه مرة ثانية. هونبل هونبل. بنات ما شاء الله الرحمة عندك ما شاء الله صراحة. الحمد لله الحمد لله. عسل زين انت الحين الاكله في حلجه ليش ما تخليها ياكل من ايدك؟ ياكل خلص بسرعه بس السبب الوحيد. استاذ سيف تشرح لي ان ليش مثلا يعني احنا انا شفت عندك مثلا النمر الابيض وعندك نمور ثانيه الصفراء انواع ثانيه ليش ما يخبطون في بعض وشو السبب؟ ما تبقي تخرب النسل. دائما احنا هني نحاول على قد ما نقدر نحاول النسل نحافظ عليه بس ايه ما عدا عندنا واحد اللي هو اللايقر اي اللي هو النمر هي لان كانوا صغار اي كان الاسد الابيض مع اللبوه صغيره ومعاهم نمر صغير او انت يعني فجاب منها اللي يسمونه اللايقر. هاي الحب الوحيد اللي عندي في المزرعه. انا اللايقر يعني كان بالنسبه لي شخصيه كائن خرافي. نعم ان وات هابنز لو مكست اسد مع نمر. نعم. فكتبت في جوجل وطلع لي انه يطلع حيوان ويكون عود. عندي تقريبا اربع حبات. تبدا اسمه تادي وانا اسمي شادي. الحين انا بعرف ان الهابيتات مال كل حيوان عندي طال عمرك انا متخصص هني موجود هني ايه اللي يقوم عمليه اعطاء الاكل للحيوانات ايه وشو اللي كل حيوان ياكله وعندي مطبخ هني برويك اياه حتى المطبخ هني اوكي عشان تحيط انك انت هذا يسمونه ميركات. الميركات دائما تعيش كمجموعات ما تقدر تفرق بينهم. مثلا عندي مجموعه ثانيه ما اقدر اجيب عد من المجموعه الثانيه حتى ثاني يقتلونها على طول. تعيش مجموعه تقريبا فوق الثمان اناث موجودات هنا مع الكوره لكن اللي تتكاثر بس وحده. الباجات شغلتهم انه يساعدوا الام لوالده ويساعدوها ويربون الاولاد. نفس النحل تقدر تقول نفس الطريقه فعلهم سيستم معين. عندي تقريبا خمسه صغاريه موجودين هنا. وبينهم ذكر واحد ولا لا موجود كذا ذكر لكن ليه تكاثر وحده انت وحده بس من المجموعه. اما الباجين اللي هم عمليه مساعده وهي الانثى الواحده تكاثر مع كل الذكور الموجودين. لا واحد. هاي طبعا هاي منطقه نسميها السبلان احنا القرود. ليه طبعا بتلقى انت في كل قفص مجموعه من ذكر وانثاتين اوكي تقريبا اوكي وشكل ما تشوف في القفص اللي قبله كان في عندي تكاثر اليوم صار في حاله كذا يعني وفي كل نوع من السبلان مختلف بالاكل مالهم بالجو مالهم طبعا المكيفات موجوده الاكل مالهم دايت بروجرام عندهم لازم كل واحد له اكله الخاص له قبل ما نعطيهم ياكل احنا طبعا ندرس شو كل واحد شو الاكل المفضل له يختلف في يعني في نيوتريشن سبيشالست حق كل شيء في دكاتره عندي موجودين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا الحيوان ما يطول عندك يموت. يعرف ان انت غريب للمزارع عشان شيء قطع كان بالنسبه لي عادي. الحين احنا هنا شفنا هذا الجيبون ايه الجيبون اللي تلاحظ انت هني هاي انت هي اللي مسيطره على المكان بالاكل وهاك لازم كل اكل هي عندها هي وهذا لما تشبع هي تعطي الذكر فاحنا طبعا لنا طريقه معينه نفصلهم ايه لا اوكي زين سخيتها ها
هي طيبة وايد طيبة، لكن تعرفني أتكلم عنها. إيه. فهي تقول إن أنا لا ما مش متوحش واوا. طبعا الذكر موجود تحت لكنه تمنع إنه يأكل إلا إذا هي أول شيء إذا كيف هي لازم يأخذ أذنها. حل. بس ليش راكون في أماكن معينة مثلا كندا وشي يقولون الحيوان خطير؟ لأن عنده أسنان، أسنان قوية. أوي. متعودين يوم أيهم أعطيهم نوع من البسكويت اللي هم يحبونه. هذه طبعا أليفات عندي نوديهم داخل الأبن. أوي. بس شكل الحيوان عنده طاقة إنرجيتك. فاصل سريع مع الركون سنرى ماذا سيكون. احنا ورانا طيور الفلامينغو وفي عندنا بجعات البجعه ايه والفلامينغو ايه وال سماري طاووس والاجوانات والاجوانه مجموعه الاجوانه ويتعايشوا مع بعض بدون ايه ما عليه بدون مشاكل مساء السيف بالحصى شكرا جزيلا على التور اللي اعطيتني اياه ما شاء الله مزرعتك جميله جدا ورويتني حيوانات في حياتي ما كنت اشوفها ما شاء الله ان شاء الله بينكم زياره ثانيه ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله شكرا جزيلا وعلى قناه الان تشوفونا على السلامه.